مواقف مجنونة لكنها مضحكة جدا في عالم كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في الكثير من الأحيان يقوم اللاعبون ببعض الأفعال والتي تدل على فقدانهم لعقلهم، ولكن هناك مواقف تحدث من تلقاء نفسها وتكون مواقف غريبة ومجنونة بالفعل، ولكن بنفس الوقت مضحكة ومميزة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد مواقف مجنونة لكنها مضحكة جدا في عالم كرة القدم. لنبدأ. هنا حكم الراية ذهب ليتقيأ ويبدو أنه أصيب بوعكة صحية، وهنا قام حكم المباراة بإعطائه الكرت الأحمر. بعد أن سجل هؤلاء اللاعبين هدفا، شاهدوا كيف احتفلوا بطريقة غريبة، جعلوا الكرة تطير بالهواء بهذا الشكل كما ترون. لاعبة المنتخب البرازيلي قامت بإلقاء الكرة من التماس بطريقة مميزة، ما ساعد فريقها على إحراز هدف رائع بهذا الشكل. صد حارس المرمى هذه الكرة كما تشاهدون من ركلة جزاء، ولكن الكرة التفت ودخلت إلى الشباك بحظ عاثر جدا. يعد هذا الهدف من أسرع الأهداف، فيمكنكم رؤية كيف تم تسديد هذه الكرة من ضربة البداية. شاهدوا الطريقة المميزة التي قام بها هذا اللاعب برمي كرة من التماس، فوت هؤلاء اللاعبين الثلاثة الكرة إلى زميلهم الرابع ليحرز هدفا مميزا. أحد أروع التصديات لركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم. هذا اللاعب يمرر كرة إلى زميله، تشاهد كيف قفزت وتعدت عن حارس المرمى ودخلت إلى الشباك. بينما يمر هذا اللاعب بكرته، شاهدوا كيف ارتطم بحكم الساحة ووقع أرضا. حاول هذا اللاعب تنفيذ ركلة جزاء بطريقة مميزة، لكن الحارس كان بالمرصاد وصد الكرة. أثناء هذه المباراة شاهدوا كيف تقدم اللاعب بالكرة وقام بتمريرها لترتطم بهذا الطائر المسكين الذي نتف ريشه بهذا الشكل. يبدو أن هذا العشب غير صالح للاعب، فشاهدوا الحارس كيف قام بخلع الأرضية بهذه الطريقة. يبدو أنها خطة مميزة لإيقاف هذه الركلة الحرة الثابتة، وبالفعل نجح اللاعبون في الأمر. انظر كيف يقفون. سدد هذا اللاعب كرة لوب لتصعد من فوق الحارس وترتطم بالعارضة فترجع إلى زميله، والذي مرت الكرة من أمامه بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء، ولكن عند اللحظة الحاسمة لم يأخذ قرارا صحيحا، فضرب الكرة بهذه الطريقة وضاعت ركلة الجزاء. هذا اللاعب يمازح الحكم بهذه الطريقة برمي الكرة عليه. مرتدة سريعة ومميزة من هؤلاء اللاعبين، وهنا 4-1، فشاهدوا كيف ضاعت هذه الفرصة بغباء هذا اللاعب. طريقة مميزة ورائعة للنزول عن السلم من هذا اللاعب. أرجع مدافع الإنتر الكرة لحارسه، فشاهدوا كيف دخلت في شباكه بهذا الشكل. سدد هذا اللاعب ركلة جزاء ولم تكن لتحتسب، فشاهدوا كيف طارت في السماء ثم دخلت إلى الشباك، وبالفعل تم احتسابها هدفا. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا رائعا، شاهدوا كيف احتفل بطريقة جميلة.
في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند شاهدوا هذه المشجعة الصغيرة لريال مدريد. يبدو أن الرياح قوية للغاية ولم يتمكن هنا اللاعبون من إيقاف الكرة للاعب الركنية. بعد أن طار لاعب أرسنال في الهواء يمكنكم أن تشاهدوا كيف تقيأ بهذا الشكل. هدف سريع للغاية، فبعد أن قام الحكم بإعطاء ضربة البداية تقدم اللاعب وسدد هذه الكرة نحو الشباك ليحرز الهدف الرائع. راوغ هنا واين روني حارس المرمى وتقدم ليقوم هذا اللاعب الذي سقط أرضا بتصدي الكرة بيديه ولم يحتسب الحكم شيئا. نيمار هنا يسدد الكرة أو يقوم بتمريرها لترتطم بالحكم وبوجهه مباشرة. هنا رونالدينيو قبل أن يلمس اللاعب شاهد كيف يمثل ووقع، ولكن الحكم رآه وأعطاه الكرت الأصفر. تم تنفيذ ركلة الجزاء هذه بطريقة مستفزة للغاية، فشاهدوا مدى سهولتها وصعوبتها على حارس المرمى. كنترول ولا أروع من اللاعب مارسيلو أثناء تدريبات ريال مدريد. يمكنكم أن تشاهدوا هذا اللاعب والذي سدد الكرة، وذلك بعد أن خرجت فصدها الحارس ودخلت في شباكه، ولكن الكرة خرجت ولم تحتسب هدفا. انطلق هذا اللاعب بعد تمريرة من زميله، وكان حكم الراية قد رفع رايته، ولكن اللاعب مازال يتقدم إلى أن أحرز هدف وتم احتسابه بالفعل، ويبدو أنه خطأ من حكم الراية أن قام برفع العلم. هذا اللاعب هنا حاول القيام بحركة مثالية وهي الإمساك بالكرة بالتيشيرت، ولكن الحكم رآه وأعطاه كرت أصفر. هنا الحكم يصفر ويبدو أن اللاعب لم يقتنع فسدد الكرة وأوقع معه شعره المستعار. هذا الحارس يسدد كرة من منطقته، وشاهدوا كيف بغتت الحارس الآخر والذي لمسها بيده ودخلت في شباكه بهذا الشكل. انظروا إلى كمية البصاق الذي خرج من فم لاعب مانشستر يونايتد أثناء ما كان يتكلم. فرصة غريبة للغاية أضاعها كريستيانو أمام شباك سيلتا. يمكنكم أن تشاهدوا ليونيل ميسي كيف راوغ حارس المرمى وضرب الكرة بالقائم بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب لمحاولة إنقاذ الكرة قبل أن تخرج، لكنه ارتطم بالمدرب، وهنا اللاعبون يحاولون أن يتقاتلوا معه، ولكن الحكم أعطى الحارس الكرت الأصفر لأنه حاول التعدي على اللاعب. وصلت الكرة إلى هذا اللاعب وسط الملعب فقام برأسه لإرجاعها، ولكنها باغتت حارس المرمى ودخلت إلى الشباك، فيمكنكم أن تشاهدوا هدفه الرائع والمميز. هذا اللاعب مرر الكرة، فشاهدوا كيف مرت من أمام الجميع ودخلت إلى الشباك. وهنا بالطبع يمكنكم أن تشاهدوا احتفال اللاعبين بشكل مميز. بعدما انطلق لاعب هذا الفريق بمرتدة، يمكنكم أن تشاهدوا خبث لاعب الفريق الآخر برمي كرة أمامهم بهذه الطريقة حتى يفسد هذا الهجوم. حاول هذا اللاعب أن يقوم بركلة جزاء بطريقة مميزة، ولكن للأسف ضاعت كرته بهذا الشكل. انظروا إلى قوة يد هذا الحارس وكيف ضرب الكرة لكمة قوية أوصلها لمنتصف الملعب. نفذ هذا اللاعب ركلة الجزاء بطريقة مميزة واستثنائية للغاية. هنا فيرمينيو مرر الكرة بطريقة رائعة، فكما ترون قام بضربها بكعبه لتمر بين أقدام هذا اللاعب. انظروا كيف وقع نيمار ومثل وتحصل على ركلة جزاء. بعد أن سدد هذا اللاعب كرة ارتطمت للحارس ورجعت إلى مارسيلو، والذي أعاد الكرة إلى حارسه بهذه الطريقة بالجثو على بطنه بهذا الشكل.
مرور ولا أروع بكوبري مميز وبمراوغة جميلة من هذا اللاعب. انظروا كيف وضع الكرة بين أقدامه. يشعر وكأن هذا المدافع لم يكن له داعي في هذه المباراة، فانظروا كيف ترك مهاجم الفريق الآخر ليمر ويسدد الكرة ويضعها في الشبك. هؤلاء اللاعبين وقفوا كحائط صد بطريقة جميلة جدا، وبالفعل قاموا بإخراج الكرة. تقدم لوكا مودريتش لينفذ ركلة الجزاء، شاهدوا كيف ضربت الكرة بالأرض والقائم والعارضة ودخلت في الشباك. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.